فدوخ الأرض إن قامت حجوره، وإن قالت لها دوري تدور. رجال كالجبال على جبال، وتاريخ تضيق به السطور. هكذا يصف ابن تلك الجبال الشاعر عامر السعيدي حجور العصية على الانكسار، رغم التفريط بها من قبل الشرعية وجيشها والتحالف. أهلا بكم. شنت ميليشيا الحوثي هجوما على حجور من جبهات ثلاث بكل أسلحتها. لم تكن معركة متكافئة، هكذا تقول كل المعطيات. فللميليشيا أسلحة دولة، ولأبناء حجور أسلحتهم الشخصية. لكن الهجوم انكسر، انسحبت ميليشيا الحوثي تاركة خلفها جثث مقاتليها وأسرى وهزيمة كبيرة. إنها حجور، صوت يمتد للقبائل المجاورة التي أعلنت رفضها لوجود الميليشيا في ترابها، ورفضت أن تكون مناطقها قاعدة لقصف جبال حجور. فيما يستميت أبناء حجور لأكثر من شهر في الدفاع عن مواقعهم أمام ترسانة أسلحة الميليشيا وصلفها، لا تزال الأسئلة تحيط بموقف الجيش الوطني والشرعية مما يحدث في حجور. رغم تكالب العدو وتجاهل الصديق، لا تزال حجور شامخة تقاوم، تحرس نفسها بسواعد رجالها وسط ثبات أسطوري لم يفت فيه كل الخذلان الذي يحيطها. إنها حجور، أو بالأصح إنهم رجال حجور الذين يشبهون جبالها سمواً وصلابة، ويكسرون بصمودهم كبرياء ميليشيا تقاتل بسلاح دولة وتحكم بالحديد والنار منذ 4 سنوات. تقول المصادر من حجور إن أبناء المنطقة تمكنوا خلال الأيام القليلة الماضية من التقدم في جبال القيم وجبال الشاحي والحوج، فيما تدور الاشتباكات المكثفة حالياً في منطقة العبيسة. المواجهات الأخيرة أسفرت عن مقتل العشرات من ميليشيا الحوثي وأسر 25 منهم، في الوقت الذي قتل فيه أكثر من 4 من أبناء المنطقة وجرح آخرون. منطقة عذر هي الأخرى تشهد قصفاً مدفعياً عنيفاً من قبل الحوثيين، وذلك لمنعها عبور تعزيزات كانت متجهة نحو حجور. مؤخراً وبعد نداءات مكثفة، دخلت مقاتلات التحالف في خط المعركة، وأكدت المصادر أن نحو 7 غارات شنها التحالف على ثكنات وتعزيزات عسكرية لميليشيا الحوثي هناك. ورغم ذلك، كتب أحد الناشطين من أبناء المنطقة في صفحته على فيسبوك إن مواقع عسكرية تابعة للمنطقة العسكرية 5 في مثلث عاهم لم تساهم في إسناد أبناء حجور ولو بطلقة واحدة، رغم قربها الشديد من مواقع الاشتباكات. يقاتل أبناء حجور مكشوفي الظهر وبأسلحتهم الشخصية منذ أيام، يقاتلون ميليشيا تمتلك سلاح جيش، دون أن يلفت هذا الصمود انتباه الرئيس هادي ونائبه علي محسن ورئيس هيئة الأركان، وكأن ما يتجشمه أبناء حجور اليوم ليست هي ذاتها معركة شرعية. مسلسل من الخذلان اعتاده اليمنيون من قبل الشرعية والتحالف، فالعدين وعتمة وإب والبيضة ذاقت مرارة ذلك الخذلان يوما ما. فهل لا زال هؤلاء يريدون تحرير البلاد، أم أنهم انصرفوا نحو أهداف أخرى لا يعرف عنها اليمنيون شيئا؟ إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الكاتب عامر السعيدي عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. بداية، مساء الخير أستاذ عامر. مساء النور أخت آسيا، أهلا بك. وبداية نود أن تطلعنا على آخر التطورات في حجور. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أوجه تحية وطنية لكل أبناء حجور المرابطين في الحدود الشرقية للمديرية، وأود أن أقول لهم أن كل اليمنيين يفخرون بهم ويحيون صمودهم ويتضامنون معهم ويقفون خلفهم بقلوبهم وأصواتهم، حتى وإن كان هنالك خذلانا رسميا. في البداية تشهد المنطقة منذ يومين، بعد أن قام رجال وشباب حجور بتطهير أغلب المواقع التي يتمركز فيها الحوثي، تشهد المنطقة قصفا حوثيا مكثفا بالمدفعية والدبابات، ويحاول الحوثي منذ يومين أن يتقدم حتى شبرا واحدا على بعض المواقع المحاذية لتمترساته وخنادقه، لكنه يواجه بصمود أسطوري لأبناء حجور الذين اتخذوا قرارهم وعزموا بكل إصرار ألا يكون للحوثي في أراضيهم
مكانا وألا يدنس بلادهم وألا يعكر حياتهم وعيشهم. ولذلك توحدت القبائل من كل التوجهات السياسية وبمختلف الانتماءات والأفكار وصمدت صمودا أسطوريا وحققت انتصارات عظيمة خلال اليومين الماضيين، وسقط 8 شهداء وأكثر من 18 جريح حتى الآن، وهنالك بعض النزوح داخل المديرية. نعم عامر، لكن ذلك لن يثني ولا نعم يعني نعم. أود أن تحدثني بتفصيل أكثر حول يعني أن المعركة لها أكثر من شهر يخوضها أبناء حجور منفردين في مواجهات ميليشيا الحوثي، يعني أريد منك أن تضعنا في صورة تقريبية للأحداث خلال هذا الشهر. خلال هذا الشهر بدأت المعارك كما تعلمون في العبيسة بدعوى أنها حرب قبلية كما أراد أن يروج لها الحوثي، ولكن دخول الدبابات العسكرية والمدرعات والمدفعية والهاونات فضح وكشف مخطط الحوثي الذي أراد أن يحيد قبائل حجور داخل المديرية، فتمكن القبائل من حشد أنفسهم وتوحدوا وذهبوا إلى منطقة العبيسة من كل قبائل كشر، وواجهوا الحوثي الذي كان قد تمترس في بعض الجبال داخل منطقة العبيسة. وخلال الأسبوع الأخير قضت القبائل على آخر معاقل الحوثي داخل منطقة حجور داخل منطقة العبيسة حوالي سوق العبيسة، وهو الآن يقاتل على حدود المندلة. تسمعني؟ نعم أسمعك جيدا، تفضل. وهو الآن يقاتل، نعم، وهو الآن يتمترس في المندلة على آخر شريط جبلي لمديرية كشر بمحاذاة عمران، بينما يحاول الهجوم من وقت وآخر، لكن القبائل تعد عدتها لكي تستعيد آخر المواقع في مديرية كشر وتلتحم بما يقال أنها جبهة جديدة فتحت من قبل قبائل حجور في قارة وقبائل ذو سودة في قفلة عذر، ويقال أنهم قطعوا الخط في سوق بني سليمان. اليوم قبائل ذو يحيى من قارة وقبائل ذو سودة من عذر، ويقومون باعتقال أي مقاتل حوثي يعود من شرق كشر ويمنعون أي دخول جديد حسب المعلومات الواردة حتى الآن التي لم يتسنى لنا أن نتأكد من صحتها. نعم، إذا هناك حصار وهناك وضع إنساني سيء وهناك جرحى أيضا يموتون نزيفا نتيجة هذا الحصار وعدم وجود مستشفى ميداني. ربما أنت ذكرت أنه يعني أن هناك جريح لإسعافه يحتاج المرء إلى أكثر من 8 ساعات لنقله عبر سلسلة جبلية وعرة، حدثنا عن ذلك. نعم، أعتقد أن أكثر المشاكل التي تواجه القبائل حجور الآن وأكثر جرح يؤلمهم هو غياب الخدمات الطبية قبل كل شيء. ينزف الجريح بسبب جراح بسيطة حتى الموت، ويتم نقل الجرحى من منطقة العبيسة أقصى شرق كشر إلى بني سعيد قرب كشر ليتلقون العلاج في عيادة متواضعة بإمكانيات محدودة جدا، ومع ذلك تجاوز بعض الجرحى حالتهم الخطرة وأصبحوا في حالة مستقرة. لكن المأساة أن الجريح والضاح ريبان الذي ظل ينادي ويناشد من حوله بأن يسعفوه لمدة طويلة حتى قضى نحبه رغم أن جراحه خطيرة، وذلك بسبب غياب الإمكانيات الطبية. ونحن حاولنا هنا أن نحصل من بعض المتعاونين في مكتب محافظ صنعاء على دراسة كاملة لمستشفى ميداني، وقمنا بتقديمها لمدير أمن محجة ولمكتب المحافظ، ونتمنى أن يتفاعلوا مع ذلك وأن يغفروا الحد الأدنى من احتياجات المستشفى الميداني. هل يمكن ذلك أستاذ عامر؟ لأن ذلك الآن أهم. هل يمكن ذلك في ظل الحصار المطبق على المنطقة؟ يمكن ذلك بطرق كثيرة، منها التهريب الذي يعتمد الذي يعمل ضمن المنطقة بين حرب والحديدة، ومنها أيضا الإنزال الجوي لمستشفى ميداني ضرورة. نحن نحتاج الإنزال الجوي لهذا أكثر مما نحتاج غارات الطيران أحيانا،
الطيران يتدخل لقصف مدرعة أو دبابة، وهو عمل كبير ويشكر عليه، لكن توفير مستشفى ميداني أهم من ذلك كله. أبناء المنطقة يموتون بالأوبئة التي انتشرت في اليمن بسبب الحوثي، ويموتون الآن بالقصف نعم أستاذ عامر، في هذه النقطة تحديدا نعم. لم توفر الدولة خلال 50 سنة من قيام الجمهورية في مناطق حجور مستشفى واحد، نعم. لم يتوفر في هذه النقطة، ولا توجد مخارج لأبناء حجور حتى اسمح لي فقط أن نسأل أحد المعنيين بهذا الأمر، وهو وكيل محافظة حجة الأستاذ ناصر دعقين من الرياض. مساء الخير أستاذ ناصر. أهلا وسهلا. إذا قبل أن أبدأ معك في مسألة المقاومة وماذا يصنع الجيش الوطني في حجة وما إلى ذلك، يعني أنتقل إليك من نقطة وضعها الأستاذ عامر، أنهم يطالبون بمستشفى ميداني على الأقل لتفادي موت الجرحى بجراح بسيطة، وهم ينزفون دون أن يجدوا طريقا سريعا لإسعافهم. لما لا يتم ذلك عن طريق التهريب كما تفضل أستاذ عامر، أو عن طريق إنزال جوي، ونحن نعلم أن التحالف قادر على ذلك؟ أولا شكرا لكم وشكرا لضيفك الكريم أخي عامر، كثر في المطالبة والمناشدة بشأن قضية المستشفى الميداني. هناك إعداد دراسة لهذا المشروع، وقد إن شاء الله تم تقديمه إلى الأخوة الأشقاء وأبدأوا استعدادهم سرعة إنزال المواد الإغاثية الطبية بالذات لأبنائنا في مديرية كشر وعلى وجه الخصوص العبيتة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى سيتم. متى سيتم ذلك؟ يعني تعلم أن المعارك محتدمة الآن، وأي يوم يحصل فيه تأخير معناه عشرات الجرحى وعشرات الموتى أيضا. لما لا يتم التعامل مع الامور العاجله كوضع عاجل؟ اختي العزيزه اسمعيني، الله اسمعي اختي العزيزه، اولا المستشفى نحن بحاجه الى الكوادر الطبيه والمختصين، نحن لا نريد اثاره هذا الموضوع لانه نطالب اولا في ارسال الاطباء الذي ان شاء الله سيتم ادخالهم لهذه المناطق، وبعدها سيتم الانشاء، مع انه هناك الكوادر الطبية الآن موجودة من مدينة كشر، وإن شاء الله هم الأخ مسؤول المستشفى الميداني الذي تم اختياره إن شاء الله، وهو كان له دور بارز في 2011-2012 في المستشفى الميداني السابق، إن شاء الله سيقوم بتنفيذ هذا البرنامج وتحديد المكان لهذا المستشفى. أولا لابد أن يضع الجانب الأمني والجانب الصحي من حيث المبدأ، وأيضا من حيث المختصين الأخوة الأشقاء ليس لديهم مشكلة في قضية الدعم، وليست لديهم مشكلة في قضية سرعة الإنزال، وهم الآن إن شاء الله خير. نحن نقول الساعات القادمة والأيام القادمة سيتم إنزال هذا المستشفى إن شاء الله، نتمنى ذلك. إذن لو يعني تحدثنا عن تفاصيل المعركة وما يحدث في حجور، جبهة حرض والتي كانت الأقرب إلى حجور، هناك من يتساءل ما هو سبب تراجع هذه الجبهة وسقوط بعض المواقع؟ والله الحروب دائما الحرب لها سلبيتها ولها إيجابيتها، وبالنسبة لحرب وحيران هم الآن يواجهوا معركة مستمرة لحد الآن. هناك أمس واليوم معركة كانت شرسة في حرب، والحمد لله تم يعني إعطاء آليات وأيضا طرد أكثر من عدة مواقع، تم استعادتها ولله الحمد، وإن شاء الله تم التدخل، هناك قوة الأشقاء في هذا لمعالجة هذا الموضوع، وهم يعني في صدد الإعداد يعني كيف يتم الالتقاء الجبهتين، اولا جبهه حرب وحيران بحيث تكون مؤمنه، وحيث ان تكون هناك مرحله دخول مستوى الذي نحن نطالب ان شاء الله يعني في القريب العاجل لدخول مستوى للالتحام بجبهه الكشر ان شاء الله تعالى.
نعم، عند ذكرك لمديرية مستبى أستاذ ناصر، يعني في الوقت الذي ينتظر فيه أبطال حجور فك الحصار عنهم من جهة الغرب عبر تقدم الجيش الوطني للواقف حاليا على أطراف هذه المديرية وعلى بعد كيلومترات من حجور، ما هو سبب التوقف وعدم التقدم؟ أولا أنا الآن أنا تم الاتصال بي ونحن على متابعة جبهة حرب وجبهة حيران، نحن على متابعة، والآن أنا في 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 جيزان لمتابعة القادة العسكريين، وإن شاء الله ستحل هذه الأمور، وأقول أطمئن إخواني وأبنائنا في 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 حجور إن شاء الله تعالى أن يكون هناك يعني حلول سريعة، ولا نريد أن يعني ندخل في أوهام ومواعيد، نحن نريد أن نمشي في إطار المعايير المعروفة. نعم، لكن اسمح لي أستاذ ناصر، يعني أتذكر كنت معي قبل 3 أسابيع تقريبا وأنت تتحدث بنفس اللغة التطمينية وتقول بأن تحدثتم مع السعودية ومع الشرعية أيضا لدعم هذه الجبهة وأن الأمور ستجري على خير خلال الأيام القادمة. أنا لا أدري يعني بالضبط هل فعلا ينطبق المثل يوم الدولة بسنة، يعني هل الأيام لا تحسب لديكم؟ يعني 3 أسابيع أو أكثر يتم فيها استنزاف هذه المديرية ويتم تقديم خيرة شبابها دون عون، يعني هي حاليا لوحدها تماما، ما الذي يتم انتظاره خلال 3 أسابيع لم يتم تقديم دعم حقيقي؟ الأخوة الأشقاء والجيش الوطني يعني يتابع بنفسه ولديه تواصل مع الميدان مع القبائل في حاشد وفي حجور وفي كشر وفي حجف، من قال أنهم وحدهم الآن؟ صح أن هناك ظروف الحرب لها ظروفها، ونحن الحرب لا زالت إلى حد الآن، مشكلة حرب لها ظروفها ولها إشكاليتها، تمام؟ نعم، لا نريد أن دائما نكثر اللوم ونكثر اللوم، بالعكس يعني نشكر دور التحالف ونشكر دور الأخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية على ما بذلوه، وللأمانة يعني لولا أن تدخل الطيران لكانت الحالة كارثة وكارثة إنسانية كبيرة. الحوثيين لديهم قوة جيش ولديهم معدات ثقيلة ولديهم أسلحة ثقيلة استخدموها من الجيش لمواجهة القبائل، هذا كلام يجب أن نغير البرنامج، وهو يريد أن يستفيد منه الحوثي. هناك يعني تقدم الأخوة الأشقاء وأيضا من قبل أيضا الشرعية متابعة هذا الموضوع على مدار الساعة اتصال مباشر مع الأشقاء ولا مع الأخوة الميدانيين في الميدان. نعم، ونحن نقدر ذلك بالتأكيد أستاذ ناصر، ولكن أيضا هناك لدينا تساؤلات، يعني نحن نعلم كيف تم تحرير شبوة في ظرف أيام، كيف تم تحرير عدن في ظرف أيام، وهناك مناطق تظل المعارك فيها مشتعلة سنوات يعني ولم يتم التقدم فيها، وهذا بالتأكيد يضع أمامنا علامة استفهام كبيرة ويحق لنا التساؤل. علينا أنا مع أي تساؤلات، لكن الحرب بتستمر، الحرب هو الجيش الوطني يقدم الشهداء كل يوم، هو يقدم الشهداء، الأخوة التحالف أيضا يقدموا تضحيات جثام، أقصد نحن لا نريد أن نضع التقصير على الأخوة سواء كان هناك من قبل الجيش أو من قبل الشرعية، هذا الحرب لها ظروفها، الحوثي استغل المدنيين، أنا أقول لك أختي العزيزة الحرب ليست قضية معيار القوة والكفاءة فقط، هناك مشكلة كبيرة، يعني الجيش وصل إلى ميناء الحديدة لكن للأسف الشديد احتموا خلف المدنيين، وهناك ضجة دولية وغيرها الذي شغلتنا ودوخت رسالنا على حول الجرب المدني، هناك أيضا نعاني مشكلة سواء في عرض أو في مصطبة أو في كل هذه الإشكاليات هي لا زالت هناك تحكمنا معايير دولية ومعايير ولها ظروفها الحرب والأمور بتستمر. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ ناصر دعقين وكيل محافظة حجة، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، وأعود إليك أستاذ عامر. أستاذ عامر، يعني في بداية حديثك تحدثت عن خذلان رسمي، كتبت على صفحتك بأن هناك تفريط رسمي في حجور واصفا أن مؤامرات الأصدقاء أخطر من هجوم الأعداء وأن كل الجبهات توقفت لكي يسحب الحوثي مقاتلي لمعركة حجور، هل وضحت لنا ما الذي عنيته بالضبط؟ أنا للأسف الشديد أشعر دائما بالخيبة وخيبة الأمل الكبيرة من تصريحات السلطات المحلية في محافظة حجة، ومن تجاهل وغياب دور الحكومة والرئاسة
في هذه المعركة ومحاولة التغاضي عن كل ما يدور في حجور، رغم أن حجور خرجت من وسط البركان وحمل أبناؤها رؤوسهم على أكفهم وخرجوا لمواجهة هذه الجماعة التي ظلت تتغطرس على اليمنيين لأربع سنوات. السلطة المحلية من أول يوم في محافظة حجة وهي تقدم هذه الوعود، ومنذ ذلك اليوم وأبناء حجور ينتظرون شيئا من هذه الوعود. نعم، يتحدث الأستاذ ناصر بأنكم لستم وحدكم سيخدم هذه القضية، أن حجور ليست وحدها وأنها على العكس. كيف لستم وحدكم؟ من الذي معهم؟ من الذي معهم وهي مديرية محاصرة من 2014؟ لا يوجد أحد حتى الآن فتح طريقا إلى حجور. توجد في مديرية قارة قبيلة ذو يحيى قطعوا الطريق أمام إمدادات الحوثي قبل أسابيع، وهم اليوم يقومون بنفس الشيء مع أبناء ذو سودة في مديرية قفلة عذر. لكن ذلك لا يعني أن هنالك أحد معك. أنت محاصر والحوثي يحشد من اتجاه محابشة ويحشد من اتجاه عمران على الحد الجنوبي وعلى الحد الشرقي لمديرية كشر، ويتمثلس في مستبع يخنق المديرية. مستبع هي الحلق الذي يخنق المديرية به الحوثي منذ 2011 حاول أن يتعسكر فيها. المنطقة العسكرية الخامسة التي تتواجد في أطراف مستبع المقابلة لحجور لم تحرك ساكنا حتى اليوم، بل إن لدي معلومات من قيادات عليا في المنطقة العسكرية الخامسة أن قائد المنطقة يرفض هذه المعركة ويعتبرها معركة خاسرة، ولذلك يعيق أي تقدم أو محاولة لفك الحصار عن حجور. فيما محور حرض الذي كنا نعول عليه كثيرا، مع بدء معركة حجور انسحبوا من 16 كيلو وسلموها للحوثي بدون مقاومة وبدون أي 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 احترام لتضحيات أهاليهم في حجور. ولذلك نقول ونؤكد أن حجور تتعرض لخذلان من الرئيس والرئاسة ومن الحكومة ومن السلطة المحلية في حجة والسلطة العسكرية في المنطقة الخامسة. وإلا شهر يمضي كيف يمضي شهر ولم يتحرك حتى جندي واحد باتجاه مستبع، بينما هم يقفون في مثلث عاهم وفي بعض قرى مديرية مستبع وهي مديرية ساحلية تهامية يستطيع أن يتحرك الجيش فيها بشكل سهل وسلس، ويستطيع أن يقوم بالتفافات من حول الإسفلت والدخول إلى أطراف مديرية نعم كشر. لكن يعني وفي أطراف مديرية كشر ستكون المعركة قد انتهت تماما. يعني أنا سألت وكيل المحافظة، ربما استمعت إلينا يعني، وأنا أسأله عن كثير من النقاط ويتحدث أن المعركة كر وفر وأن هناك ما لا نعلمه في الميدان وهناك خطط وهناك أيضا يعني أشياء تدار لأجل هذه المعركة نحن لا نعلم بها. هل هذا الكلام منطقي؟ هل تجد أنه منطقي؟ هذا الكلام ليس منطقي. أنا على تواصل بالشيخ ناصر دعقين وقلت له هذا الكلام في اتصال هاتفي قبل يومين، أنه لا يفترض أن يظل الوضع على هذه الحال. هنالك إعدادات متى ستأتي هذه الإعدادات؟ هنالك مماحكات وهنالك مشاكل بين القيادة العسكريين، وهنالك فجوة كبيرة بين السلطة المحلية في محافظة حجة وبين المنطقة العسكرية، وهنالك تلكؤ ولا مبالاة من كثير من المسؤولين، وهنالك غياب تام لرئيس الجمهورية وشرعيته التي يفترض أن هذه المعركة التي خاضتها حجور يفترض أن تكون الشرعية هي أكثر المستفيدين منها لو أنها تعي. وأعتقد أن الدكتور محمد جميح أمس كتب مقالا وضح فيه كل المخاطر التي تترتب على انكسار هذه المعركة وكل الأهمية الاستراتيجية التي تمثل انتصارا كبيرا غير مسبوق على الإطلاق، لأنها اختراق للمناطق التي يسيطر عليها الحوثي ويحكم قبضته العسكرية ويقيم سلطته عليها، بينما ظلت هذه المديرية خارج السلطة تماما لدرجة أن المشاط
يقول لن تظل حجور فيدرالية، سوف تخضع لقوة الدولة في مقابلته مع بعض المشايخ الذين استدعاهم في بداية المواجهات. نحن هنا لا نناشد الشرعية ولا نناشد السلطة المحلية في حجة ولا المنطقة العسكرية أن تقوم بواجبها، بل نحن نعاتب نعتب ونشعر بالخيبة من هذا الخذلان، لأن هذه المواقف لا تحتاج لهذه للمناشدات، بل تحتاج للمبادرة. كان ينبغي أن تكون الإعدادات قد انتهت خلال أسبوعين، نحن الآن على مشارف نهاية الشهر ولا يوجد أي تحرك أو أي عمل يشير أو يدل على أن هنالك تحركات، فقط تدخل الطيران وهو حتى الآن جيد ولم يتضرر منه المواطنون ولم تصب منه أي أهداف مدنية، لكن ذلك لا يكفي. أبناء حجور يحتاجون التغذية ويحتاجون المال ويحتاجون الأسلحة ويحتاجون طريقا لإسعاف الجرحى الذين ستكون حالتهم فوق قدرة المستشفى الميداني في حال توفر على معالجتهم. يعني هذه المنطقة لو استوعبت الشرعية، هذه المنطقة تضم أكثر من 15,000 مقاتل تستطيع أن تحرك بهم جبهات باتجاه الحديدة وباتجاه عمران وباتجاه محابشة ثم حجة، لكن هذه الشرعية دائما هي التي تخسر المكاسب البسيطة التي تتوفر بأقل الإمكانيات وبلا حسابات منها وبلا شعور ولا مبالاة ولا إدراك منها، تضيع منها هذه المكاسب. وفي حال انكسرت حجور لا قدر الله، وأنا أراهن أن أبناء حجور يستطيعون الصمود لحد بعيد وربما يحققون معجزات عظيمة في الأشهر القادمة، لكن أقول إذا انكسرت هذه الجبهة فلن تقوم لقبائل شمال الشمال التي رضخت للحوثي في حجة وفي عمران وفي مناطق أخرى، لن تقوم لها قائمة ولن يتجرأ أحد أن يتمرد أو يحمل السلاح في وجه الحوثي. هذه جبهة شرف، هذه جبهة كرامة وجبهة كبرياء رفعت رأس اليمن عاليا، ويجب ألا تخذل هذه الجبهة، يجب أن تتدخل الشرعية ويتدخل التحالف الذي أصبح ضره أكبر من نفعه في المناطق المحررة، لكن هنا لا نريده أن يتدخل مباشرة في المعركة، نريد فتح طريق فقط، ونحن سوف نصل إلى صنعاء وسوف نصل إلى الحديدة، هنالك مقاتلون شجعان صنعوا انتصارات عظيمة في 2011 ويصنعون الآن ملاحم. نعم نعم. إذن أستاذ عامر، ينضم معنا أيضا الصحفي حسن هديس من حجة. مساء الخير أستاذ حسن. مساء الخير أستاذ آسيا، مساء الخير الأخ عامر، أهلا بك. ولو بدأنا أستاذ حسن بقراءة إجمالية لمقدرة المقاومة في حجور لدحر ميليشيا الحوثي وكسرها طيلة شهر كامل. نعم، في البداية نوجه رسالة تحية إجلال وإكبار لهذه القبائل الشامخة والصامدة. طبعا القبائل لا نقول على بداية الاشتباكات أو منذ بداية الاشتباكات، الفترة الزمنية شهر إلى الآن هي شهر واحد، لكن من قبل ذلك كان هناك لأشهر كانت محاصرة هذه القبائل وتتحرش بها الميليشيات لأكثر من مرة، وتنزل إلى لجان الوساطات وتغدق بعض المشايخ بالمال والسلاح والسيارات من أجل كسب ولاءاتها وإسقاطها سلميا، لكنها باءت بالخسران والفشل. هذه القبائل صامدة، توحدت، تناست كل الخلافات والقضايا الثأر التي بينها، والتي نعرف دائما أن قبائل حجور هناك قضايا الثأر تتقاتل لسنوات طائلة، فهي تناست هذه الجراح وتوحدت صفا واحدا كما فعلت في 2011 و2012 ضد ميليشيات الحوثي، فكسرت كبرياء هذه الميليشيات وكشفت وهن هذه الميليشيات المعتدية على هذه القبائل. ثورة القبائل في حجور إذا أسندت من قبل الشرعية والتحالف بشكل لائق وبالشكل المطلوب ستشجع كثير من القبائل اليمنية، خاصة في شمال حجور اللي هي قبائل ذو سودة والذي سمعنا عن انتفاضتهم من اليوم، وحاشد وغيرها من القبائل.
الناس الآن القبائل يريدوا من يعطيهم رسالة واضحة بأننا سنقف معكم، بأننا لن نترككم للميليشيات، بأننا سندعمكم بالدعم المباشر والمطلوب من أجل معركة الكرامة، من أجل تحرير اليمن. إذا استمرت القبائل في معركتها ضد الميليشيات وحظيت بالدعم المطلوب، ستتحرر اليمن في فترة زمنية أقل من الفترة التي قضيناها إلى الآن، 4 سنوات دون أي تقدم يذكر. نعم، إذن كيف تنظر أستاذ حسن لدور القبائل في المديريات المجاورة؟ نعم، بدءا من مديرية قفلة عذر التي المحاذية لحجور من لكشر من جهة الشرق، وهي تقع شمال غرب محافظة عمران. هذه القبائل وخاصة ذو سودة وذو نحزة، هؤلاء القبائل اجتمعوا ليلة أمس وأوصلوا رسائل مباشرة لميليشيات الحوثي بأن تسحب مقاتليها وعتادها من المنطقة، كونها ترفض أن تكون أرضها مسرح العمليات والاعتداء على قبائل حجور والذي يربط بينهما صلة الجوار والنسب. طبعا الميليشيات بدأت اليوم تحشد وبدأت بالاعتداء على منازل المواطنين في ذو سودة. كنت قبلها في اتصال مباشر مع الشيخ صالح سودة، فقال بأن الحوثيين هم من بدأوا بالاعتداء عليهم، فدافعوا عن أنفسهم ودحروا الميليشيات، فأصبحت منطقة ذو سودة خالية الآن من ميليشيات تضرب عليهم الآن بعربة بي ام بي وبقذائف الهاون. هناك شهيد واحد من ذو سودة، وهناك 20 قتيل وجريح من الميليشيات الحوثي، بالإضافة إلى 5 أسرى، وهذه تحسب لمحافظة عمران. المطلوب الآن أن محافظ عمران أن يبدأ بالتحرك كما بدأ محافظ حجة بالتواصل مع القيادة الشرعية ومع التحالف العربي لدعم وإسناد قبائل حجور. يجب أن يبدأ محافظة عمران بالتنسيق والمتابعة المستمرة. نطالب من الشرعية ومن القيادة الشرعية من رئيس هادي ونائبه الاتصال المباشر بالقبائل، كونهم أصحاب قرار ويمتلكون التأثير المباشر على هؤلاء مشايخ القبائل، لكي يعطونهم رسائل تطمين بأننا لن نترككم فريسة لهذه الميليشيات. ابدأوا، ثوروا، تحركوا، احشدوا. فهناك تفاعل كبير، تداعت مع قبائل ذو سودة اليوم قبائل ذو سليمان وقبائل ذو يحيى من مديرية قارة. القبائل كلها تتداعى الآن لتقف في صف واحد في معركة العزة والكرامة ضد الميليشيات. نعم، إذا برأيك أستاذ حسن، متى ستمثل حجور أولوية للجيش والتحالف والشرعية من وجهة نظرك؟ حجور، هذه القبائل الشامخة عادت لليمنيين اعتبارهم، عادت للمقاتلين سواء في الجبهات أو في غيرها الاعتبار والعزة والكرامة، شحذت ورفعت معنويات الكثير. هذه القبائل لابد أن تحظى بالدعم والمساندة من قبل الشرعية والتحالف. ما يقوم به طيران التحالف إلى الآن الضربات الموفقة، يعني أكثر تعزيزات الميليشيات الحوثي يتم استهدافها بشكل مباشر. هناك غرفة عمليات مستمرة تتابع هذا الوضع أولا بأول. نشكرهم على ذلك، ولكن حجور لابد أن تحظى بدعم أكبر. حجور هي أكبر مما قد من هذا الدعم القليل. حجور تريد دواء للجريح، تريد إسنادا للمقاتل، تريد غذاء للمواطن والأطفال. حجور محاصرة بكل ما تعنيه الكلمة من جميع المناخ. الميليشيات تحاول كسر كبرياء هذه القبيلة، ولكنها صمدت وكسرت هيبة وكبرياء الحوثي، وكشفت بأن الحوثي والميليشيات الحوثي هي أوهن من بيت العنكبوت. نعم، تحدثت الآن أستاذ حسن حول أن الجريح بحاجة لإسعاف، وربما يأتي في الذكر الشهيد حافظ ريدان الذي ظل ينزف 8 ساعات قبل وفاته نتيجة عدم وجود أي دعم طبي. هل ما زال الوضع كما هو عليه؟ لا يوجد أي دعم طبي لأي جريح لا سمح الله؟ نعم، إلى الآن لا تزال قبائل حجور تقاتل وتسعف جرحاها بالطرق البدائية والبسيطة. الجرحى ينزفون كما راينا الشهيد حافظ ريبان نزف اكثر من 8 ساعات وهو يئن الى ان فارق الحياه. فهناك وعود من القياده الشرعيه ومن التحالف بانه سيتم دعم الجبهه بمستشفى ميداني، ونحن لا زلنا ننتظر ونتمنى ان يكون هذا سريع بشكل اسرع.
فالساعات التي تمر نفقد فيها كثير من المقاتلين الرجال الشرساء، فلا نريد أن تزيد تكلفة وضريبة معركة العز والكرامة بسبب عدم توفر المواد الطبية البسيطة لإسعاف الجرحى. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الصحفي حسن هديس، كنت معنا عبر الهاتف من حجة. أعود إليك أستاذ عامر. أستاذ عامر، يعني تحدث الأستاذ حسن عن دور القبائل المحيطة، وهناك يعني من يتحدث عن فكرة أو استنفار القبائل المجاورة ضد الحوثي ومطالبته بالخروج من مناطقهم، ما صحة هذا الأمر؟ هناك تواصل منذ بداية الحرب. قبل ذلك أود أن أشير إلى نقطة مهمة تطرق إليها الأخ حسن هديس، وهي أن هذه المناطق وأن هذه القبائل محاصرة بشكل خانق من قبل 7 أشهر. حاول الحوثي بقيادة هلال الصوفي محافظ حجة الحوثي وخال عبد الملك الحوثي أن يتعسكروا في وادي العريض غرب كشر وكذلك في عمران، وخنقوا هذه المديرية من قبل 7 أشهر، والسلطات المحلية والعسكرية في محافظة حجة وربما نائب الرئيس والرئيس على علم بذلك، ولكنهم رغم هذه الفترة الطويلة التي تقارب عام لم يحركوا ساكنا. نقول هذا للذين يقولون أن الإعدادات لا زالت جارية بعد شهر من اندلاع المعركة، أين كنتم قبل هذه المعركة؟ أما بالنسبة للتنسيقات فهنالك تنسيقات وتواصلات بين قبائل حجور التي هي في أكثر من مديرية، سواء في قارة أو في وشحة أو في الجميمة أو في أفلح، هنالك تنسيقات وهنالك تواصل بينهم، وهنالك إن شاء الله ما يبشر بالخير في حال تمادت هذه الميليشيا في الاعتداء على قبائل حجور في كشر. في قارة، مديرية قارة شمال كشر وهي مديرية منسية خلال هذا الشهر، رغم أن أبناء قارة من ذوي يحيى قاموا في بداية هذه المواجهات بقطع الطريق أمام الحوثيين الذين حاولوا الدخول إلى منطقة العبيسة من عبر مديرية قارة، وقطعوا الخط أمامهم ومنعوهم وردوهم مكسورين، ولا زالوا محافظين على مواقعهم، وهم اليوم الذين ساندوا ذو سودة، وهم اليوم يقطعون الخط من الخط الوحيد الذي يمد الحوثيين في المندلة على مشارف وادي مور. وادي مور هو الوحيد الذي يفصل بين عمران وقبائل حجور في مديرية كشر. إذا استطاعت قبائل عذر في عمران أن تطهر مناطقها من الحوثيين، فإن المعدات العسكرية العملاقة وإن المقاتلين وإن المدفعية والدبابات في منطقة المندلة سوف تصبح أسلحة بيد المقاومة في حجور. لكن نتمنى من الله أن هؤلاء القبائل في عذر يصمدوا وألا يرضخوا لأي مفاوضات أو صفقات مع الحوثيين. نحن بحاجة أي دعم، سواء من قبائل عمران إن منعت عنا شر تقدم الحوثي من أراضيها، أو من قبائل وشحة التي نعول عليها كثيرا وهم إخوة حجور وأبنائهم وأهلهم، وهم الظهر والسند لأبناء كشر، نعول عليهم كثيرا، هم أيضا باستطاعتهم خنق الحوثيين من مستبى وفك الطريق أمام قبائل حجور. أتمنى في المستقبل القريب من أبناء مديرية كشر ومديريات وشحة وقارة والجميمة أن يتكاتفوا وأن يقوموا هم أنفسهم بفك الحصار عن الجيش فاقد الحيلة الذي يقف على مشارف مديرية مستبى منذ شهر لم يطلق طلقة حتى في الهواء، وهو يرى بالعين المجردة ما يدور في كشر. مستبى هي مديرية ساحلية تحت كشر، وجزء من كشر هو أيضا ساحلي، لكن الأماكن التي تدور فيها الاشتباكات هي أمام مرأى ومسمع الجيش الوطني في المنطقة العسكرية 5. لا نريد أن نناشد أو نستغيث بهم، لكن نريد أن يقوموا بواجبهم كجيش، هم جيش لحماية هذه البلد، لحماية أي منطقة تتعرض للخطر. الآن نحن نلومهم ونعتب عليهم لأنهم باستطاعتهم التحرك، لأنهم قريبون جدا من هذه المنطقة، لو كان صعب أمامهم لما وضعناهم في هذا الموقف المحرج، لكننا نفعل ذلك لأننا نعلم يقينا أنهم باستطاعتهم فك الحصار بأقل الإمكانيات.
وإن كانوا عاجزين عن ذلك فهنالك من يستطيع القيام بتلك المهمة. عليهم أن يتركوا أنانيتهم ويتركوا لمن يريد أن يفعل ذلك القيام، ويقوموا بدعمهم ومساندتهم، خصوصا من أبناء حجور، من أي مديرية من مديريات حجور أو من أبناء مستباء الذين هم على علم بالمناطق والجغرافيا في تلك المنطقة. نعم أستاذ عامر، يعني فكرة العودة إلى المقاومة الحرة، هل ترى أنها قد تجدي نفعا في مناطق لا تزال خاضعة كليا لسيطرة الميليشيا، خصوصا يعني أمام خذلان الجيش، وأما تحدثني عن بأنه نعم يقف متفرجا على مشارف كشر؟ للأسف الشديد تجربة الجيش الوطني كانت تجربة بقدر ما كنا نتمنى أن تكون أملا لمستقبل اليمن، إلا أنها أصبحت عائقا أمام أي تقدم، إذ أن الجيش لا يمتلك القرار بالتقدم أو التأخر أو الانسحاب أو التكتيك أو التخطيط، أصبح الجيش معاقا. لذلك أنا مع أن تكون هنالك مقاومة وطنية حرة تستطيع أن تتحرك بقرارها وأن يقودها أبناء القبائل والمناطق أنفسها، حتى لتطهير مناطقهم على الأقل، لتطهير المناطق التي يعيشون فيها، ومن ثم سوف تتداعى الأمور وسوف تتحرك قبائل تليهم، وكل قبيلة سوف تشعر بالعار إن ظلت صامتة بعد أن تنتصر القبائل التي خلفها. أنا على ثقة تامة أن قبائل عمران لا ليست راضية على الحوثي، وأنها الآن تنتظر الفرصة لتنقض على الحوثيين. وفي حال تم دعم مقاومة حجور وتم دحر الحوثيين ومقاومة عذر إن صحت تلك المقاومة، في حال تم انتصارهم فإن قبائل كثيرة في عمران وفي صعدة وفي حجة سوف تتحرر. هذه المنطقة لا يعي أهميتها هؤلاء الذين ينامون في خارج اليمن ويفترض أنهم مسؤولون، لا يعون أن هذه المنطقة هي التي تمثل البوابة الرئيسية لدخول صنعاء. كل محاولات إسقاط صنعاء جاءت عبر هذه المناطق. يجب أن يتوفر الدعم الكامل لأبناء حجور الآن للتحرك باتجاه عمران وباتجاه حرف سفيان. هذه المنطقة تؤدي إلى صعدة وتؤدي إلى الحديدة وتؤدي إلى عمران وتؤدي إلى مدينة حجة. لماذا لا تحاول السلطة الشرعية أن تدرس خطط عسكرية تساعد على إسقاط هذه المناطق بأقل الخسائر؟ لماذا يصمتون حتى الآن؟ لماذا الحكومة غائبة حتى الآن؟ لماذا رئيس الجمهورية لم ينبس بكلمة واحدة حتى الآن؟ نحن نريد أن نشعر أن الدولة تقف خلف هؤلاء الناس. الناس أنفسهم يريدون أن يشعرون بذلك. لا يتمنى أحد أن يشعر هؤلاء الناس بالخذلان. يجب أن يشعروا أن وراءهم دولة وأنهم يمثلون هذه الجمهورية التي يؤمنون بها أكثر من المسؤولين عليها. يجب أن تتقدم هذه شرارة الأمل، هذه يجب أن لا تموت. يجب أن تتقدم ويجب أن تحقق الانتصارات ويجب أن تدخل إلى صنعاء، لأن الطريق بين صنعاء والسوق العبيسة في حجور أربع ساعات وأنت في صنعاء طبعا عبر السيارات، لكن أيضا الطريق عسكريا هي مهيئة، لأن قبائل حاشد وقبائل بكيل داخل عمران سوف تشعر بالعار على مدى تأريخها إن لم تتحرك، إن لم تنتفض، إن لم تغسل العار الذي ألحقته بها ميليشيا الحوثي. هذه القبائل التي ظلت لخمسين عاما في مقدمة النافذين والمتسلطين على اليمن يجب أن تسترد اعتبارها، أن تكسر الحوثيين، تكسر عن جهية الحوثي مثلما كسر كبريائها، يجب أن ينتصر اليمنيون في هذه المعركة. إنها الأمل الأخير بعد أن أوقفت التحالف والشرعية والعالم
الجبهات التي تتحرك باتجاه الحديدة وباتجاه صنعاء وفي مناطق كثيرة، وبعد أن عاقوا تحرير تعز، وبعد أن منعوا المقاومة من التقدم إلى إب عبر مريس، يجب أن تظل هذه الأمل الوحيد بعيدا نعم. عن ضغوطات المجتمع الدولي. هؤلاء ناس دافعوا عن أنفسهم وكسروا الحوثي، لماذا يتركوا وحيدين؟ صحيح. إذا نختم بهذا السؤال، عل وعسى أن نجد من يجيب عليه. شكرا جزيلا لك الكاتب عامر السعيدي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.